أهلا بكم. وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج يعلن اليوم من الرباط عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالدخلة، كما يجدد تأكيد بلاده دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد. جاء ذلك عقب مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. عبد الوهاب الكعراطي وفؤاد الحرش. المغرب والطوغو، وخلال لقاء جمع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بوزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج السيد روبرت دوسي، أكدا على رغبتهما في تنويع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتطوير العلاقات السياسية بين لومي والرباط. عندي لكم خبر سار، الطوغو ستفتتح قنصلية لها بالداخل. قنصلية عامة للتأكيد على متانة العلاقات بين صاحب الجلالة ورئيس جمهورية الطوغو. الطوغو على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية جددت التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع حول الصحراء المغربية. الجانبان اتفقا أيضا على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغربي الطوغولي في أقرب الأجل. اتفقنا أن تعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة بلومي الخريف المقبل، وأن يعقد اجتماع تحضيري قبل ذلك بالرباط لكبار المسؤولين. كما اتفقنا أن يتم على هامش انعقاد اللجنة المشتركة منتدى اقتصادي لرجال الأعمال في القطاعات الحيوية لكلا البلدين. En présence des hommes d'affaires des deux pays dans des secteurs prioritaires. وكان المسؤول الطوغولي قد قام بزيارة لضريح